مساء الخير. أعرب الانحطاط عند أقدام إسرائيل يغرقونها بدموعهم وملياراتهم، أما أهل فلسطين فلهم دمهم وسيوفهم. البيك الحزين يتشبث بالزعامة، والشيخ الرهين وحده ضد الجميع. أهلا بكم في سيرك الانتخابات اللبنانية. مونديال المحامين في مراكش تحول إلى معركة ضد التطبيع، والكلمة الأخيرة لأحرار هذه الأمة. تجارب رائدة ومبدعون من المشرق والمغرب في مهرجان للسينما العربية يكسر عزلة القدس. في كل الأحوال، أهل فلسطين يقتلون ويهجرون. الزميلة شيرين أبو عاقلي استشهدت وهي تشهد للحق في جنين، لكن نظام الإمارات فقد ذاكرته وكرامته، والنظام السعودي ينثر المليارات على درب الخيانة. وسأعمل بشكل دوم على تعزيز الروابط السياسية بين البلدين. وقت اللي حضرنا هالحلقة كنا بدنا نحكي عن مليارات السعودية اللي عم بيستثمرها كوشنر، اللي هو صهر الرئيس ترامب، اللي هو كان مستشاره، واللي هو عمليا عراب اتفاقيات أبراهام. عم بيستثمر مليارات السعودية من صندوق سيادة سعودي بالكيان الإسرائيلي. كنا بدنا نحكي عن الدموع اللي عم بيزرفها الإماراتي على قتلى الكيان الإسرائيلي اللي سقطوا بالحروب، وبالتالي هودي اللي سقطوا لما كانوا عم بيقتلونا ويذبحونا ويصادروا أراضينا. كنا بنحكي عن الحكم اللي صادر من المحكمة العليا عند العدو لمصادر تأكيد مصادرة كمية كبرى من الأراضي بمسافر يطا اللي هي اعتلال الخليل بجنوب الضفة الغربية، وتشريد وطرد 1300 فلسطيني، يعني سياسة التطهير العرقي المستمرة. وصلنا خبر استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلي بجنين خلال أحد الاقتحامات هي عم بتغطيها، قتل المتعمد من قبل قناص. كل الفيديوهات اللي حتشوفها بتأكد هي لابسة الخوذة، لابسة سترة الحماية، ومع ذلك استهدفت براسة من قبل قناص بالعدو الإسرائيلي. قناص ما بده أنه الصحافة بجنين وغير جنين تنقل الحقيقة. كلنا بنتذكر أيام سيف القدس كيف دمر العدو برج كامل فيه موكلات أنباء أجنبية وعربية، ما بده الحقيقة النقل. شيرين أبو عاقل هي شهيدة جديدة تضاف إلى موكب الشهداء، ولكن خصوصيتها أن هون عزلاء ما معها إلا كاميرتها والميكروفون تبعها لتشهد للحق. العدو اغتال شيرين أبو عاقل. نحن ما عندنا الكلمات لنعزي أهلها ونعزي شعبها. الشيء الأكيد أنه بنقدر ناخد بطارة، وأنه بنقدر نكمل المسيرة اللي بلشتها شيرين أبو عاقل. في كل الأحوال، بيك الجلا جلا وسعد بيضة الإبان. من يتعرض للاغتيال السياسي؟ وليد جنبلاط المتلاعب بالتاريخ والحروب، أم سعد الحريري الصامد حتى الآن في وجه الأعدقاء وحملات الترهيب؟ في كل الأحوال، فتش عن الاحتلال الإيراني. أعلن التالي: أولاً، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. ثانياً، عدم الترشح للانتخابات النيابية وعدم التقدم بأي ترشيحات
من تيار المستقبل أو باسم التيار. خبروني لمين؟ نتقاتل مع بعضنا عم نتقاتل مع بعضنا، على شو عم نتقاتل مع بعضنا؟ مش هذا المنصب يروحوا ياخذوه ما بدنا اياه. الله أخذنا عنه. وإذا كان العمر قد شارف على شتائه إلا أن المسيرة مستمرة، مسيرة الأجداد، مسيرة كبيرنا كمال جملاط. أنا في شيء ما عدت حمله، هيدا الاحتلال الإيراني. ما بعرف أنتو بس أنا ما بقى فيني أحمل زاد عن حده الاحتلال الإيراني. لولا الاحتلال الإيراني ما كان عمل وليد بيك جنبلاط خطابه بدار العرفان هذيك اليوم اللي عم بيقول فيه، عم بيتباهى فيه بمواقعه بحرب الجبل بالوقت اللي قاعد فيه مع القوات بلائحة وحدة، اللي عم يحكي فيه عن نهاية 17 أيار بالوقت اللي قاعد بأحضان عراب اتفاقات إبراهام، بالوقت اللي عم يحكي فيه سر يا تيمور والمعممون والعمامات والوطنيون والعرب وراءك. العمامات حقهم هذا هن بيقرروا مع كل الاحترام، بس ليه الوطنيون والعرب ما فهمنا من غير شر ليه بدهم يكونوا وراء تيمور؟ اكيد بسبب الاحتلال الايراني. ورقتين تكتبوا ليهم ما بيعرف ايهم بغلط فيهم، ليه بدنا نكون وراء تيمور؟ على كل حال يعني فكره انه محور الممانعه هو محور التدمير والتزوير. اما البيك، اما عند البيك فالمبادئ مبادئ. خلينا نشوف المبادئ تبعيته كيف كانت بسبع أيار 2008. سبع أيار و11 أيار مش كان البلد، كان بلد على كف عفريت. نعم كنا قد دخلنا في تدمير العيش المشترك ببيروت وبالجبل نتيجة تسرع كنت أنا رأس الحرب فيه فيما يتعلق بالقرارين، بناء على معطيات غلط، بناء على معطيات غلط، بناء على خارطة الاتصالات. شو صار علينا نعمل خارطة الاتصالات تمس جوهر الاتصال بين مواقع حزب الله بناء على تحريض خارجي أمريكاني. افتعلت سبع أيار وأخطأت بالحسابات، أخطأت بالحسابات نعم، لأنه كانت تحمست وجاني حمسوني. بتقولوا لي الاحتلال الإيراني، لولا الاحتلال الإيراني ما كان قاعد بالصفوف الأولى بالمهرجان الانتخابي تبع وليد بيك سفير السعودية وليد بخاري وممثلين عن السفيرة الأمريكية دورا شيا. ما كان يعني السفير السعودي اليوم هو نجم الانتخابات اللبنانية، هو الشخص اللي قال عنه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه هو بات جزءا من النسيج اللبناني. ولا ما إلا معنى الانتخابات بلاه، هي هذا الزلمة مش مكتفي أنه بالكواليس يحرك هيدي الليستة أو يعطي شوية مصاري وإلى آخره، ما خلى ضيعة، ما خلى عيلة، ما خلى عشيرة، ما خلى ليستة مركبة أو هلأ عم بيطلب صحبة. الزلمة عم بيتدخل مباشرة بالانتخابات. بتقولولي لولا الاحتلال الإيراني كيف كان بيقدر يعمل هيك؟ هذا الاحتلال الإيراني شيء ما معقول، مستعمل دار الفتوى، مستعمل المشايخ كلها سوا ليقلن للعالم انتخبوا بكرة الجمعة بكل المساجد، رح يقول الشيوخ اوعى ما تنتخبوا عذاب النار تبع الاحتلال الايراني اذا ما بتنتخبوا. طيب عشو هالقد خايف البيك؟ عشو واقف على شتاء العمر وخايف من اجتياح الشوف وخايف من احتلال الجبل؟ خيي الاصوات اللي بدك اياها عند سعد الحريري مش عند حزب الله، مش عند الاحتلال الايراني، يعني لازم تفتش عليها بالمحل المزبوط. لولا الاحتلال الايراني ما كان قام الحلف الثلاثي السنيوره سمير جعجع ووليد بيك برعايه السفير السعودي بلبنان. هيدا هو الاحتلال الإيراني. شوفوا معي الرئيس السابق، رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة كيف عم بيوزع المكرمات باسم الاحتلال الإيراني. كلهم بدهم أصوات سعد الحريري، يعني هيدي مثل غنية تك 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 يم سليمان، والجارة بدها قمحة والقمحة عند الطحان تك 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 يم سليمان. كلهم بدهم أصوات سعد الحريري. سعد الحريري طلب إليه الاحتلال الإيراني، طبعا جبروا منعوا من الاشتراك في الانتخابات، فقال أنا منسحب من الترشيح ومن الاقتراع. فجمهوره ما عم بيقترع، انتبهوا أنه بلا جمهور الحريري خربت الدنيا، قامت الأيامة لازم يقترعوا. وبالتالي اليوم الحملات بالإعلام السعودي عليه مخيفة، تخوين، تكفير، تحليل دم،
صار خاين لتراث أبوه ولدم أبوه، صار خاين للطائفة والوطن، صار جيفة سياسية بعد شوي رح يقولوا عنه المتشيع والصفوي. ليه؟ لأنه ما عم يقبل يسلمهم الحبلة اللي بدهم يشنقوه فيها، يعني اللي بدهم يقضوا عليه سياسيا فيها. ما عم يقبل يجي يقول للناس انتخبوا بلا انتخبوا، لأنه هو خارج القصة وما بده ينتخب. في حدا واحد بيقدر يقف بوجه الاحتلال الإيراني بصراحة؟ لك لا، مش أكيد، مش فارس السعيد ولا أشرف ريف. دولة الرئيس سعد الحريري بيقدر يوقف بوجه الاحتلال الإيراني إذا صمد بوجه الضغوط العظيمة والتهديدات الجسدية اللي عم بيواجهها بهاليومين. بنشوف اللي ما انتخبوا، اللي أمسكوا عن الانتخاب ب 15 أيار، بيكون هذا جمهوره، بيكون الاستفتاء على شعبيته الفعلية لسعد الحريري. وبهالحالة هاي بيكون قضي على كذبة الاحتلال الإيراني وتغلب على الاحتلال السعودي. في كل الأحوال خلينا نشوف لقطة الأسبوع. إلا الزعيم يا شيخ راشد. نحن ماشيين ببلادنا الآن، ماشيين إلى حكم من هذا النوع، ماشيين إلى نظام. ولذلك رئيسنا للأسف مغرم باش، مغرم عبد الناصر والقذافي وصدام حسين، هذا هو النموذج اللي عنده، اللي حب يهزنا ليه بالسيف علينا، يحب يهزنا ليه. الله يسامحك يا شيخ راشد الغنوشي، يعني رئيس حركة النهضة، رئيس مجلس النواب، مجلس الأمة في تونس، محلول حلو الرئيس قيس سعيد، وفي ناس بحتج على أنه نحل. ولكن شخصية بهالأهمية معقول تجي تحكي عن جمال عبد الناصر وتعتبره مستبد، وعم بتهت، عم بتسب، عم بتعير الرئيس قيس سعيد فيه؟ ولو يعني بعرف أنه الإخوان المسلمين عندهم سائر قديم على عبد الناصر، بعرف أنه جراح التاريخ كبيرة، ولكن مفروض التأمت هيدا من التاريخ. اليوم الراهن هو حوار بين الإسلاميين والقوميين وحتى جزء من اليساريين. الحوار اليوم من أجل إعادة بناء مجتمعاتنا. معقول تعمل تعادي كل الناس يا شيخ راشد بسبب زلة لسان من هالنوع؟ بعدين تعال أقلك شغلة، الرئيس قيس سعيد لما راح مصر قبل سنة راح زار قبره للزعيم، راح زار قبر الرئيس جمال عبد الناصر. والرئيس قيس سعيد إذا بتشبهه لجمال عبد الناصر نصير نحبه أكثر. في كل الأحوال معركة مراكش. انسحابات وإدانات بالجملة رفضا لمشاركة إسرائيل في كأس المحامين لكرة القدم في مراكش. كل محاولات أنسنة القاتل ستفضحها النخب وتسقطها الشعوب. هناك فرق إسرائيلية ستشارك في دورة كرة القدم في المغرب، ولنا أربع فرق تونسية يعني من المحامين ستشارك. قرر مجلس الهيئة يوم أمس يعني مقاطعة هذه الدورة، وذلك لقطع الطريق أمام التطبيع مع الكيان الصهيوني. ما يحضر في مراكش وما يجري من خلال مونديال المحامي لكرة القدم هو في سياق أجندة وهجوم محموم للصهاينة وعملائهم لتمرير واقع هو مرفوض شعبيا ولا يمكن أن يمر، وبلغ مستويات غير مسبوقة للاحتفاء بما يسموه عيد استقلال إسرائيل إلى آخره. لكن مناهضو التطبيع سياسيين ونقابيين وجمعويين أفشلوا كل هذه المخطط، ومخطط إتيان بعقيد في الجيش للبرلمان إلى آخره. وهناك كلام الآن عن أنه لم يحضر هؤلاء الرياضيين، خصوصا بعدما اتخذ اتحاد المحامين العرب وهيئات محامين بالمغرب ومحامين الشباب، كل الإطارات للمحامين في المغرب قاطعت وأدانت هذا الإجراء، ولذلك فشل مسعاهم، وهم يروجون بأنه لم يأتوا أصلا، وأتوقع أنه سيأتي ويصورونهم في الخفاء ويخرجون هذا بعدما يمر الحدث. الثابت عند المغرب والمغاربة هو أن التطبيع خيانة ولا يمكن أن تمر، وهذا ما لا يجب أن يخشاه إخواننا العرب والمسلمون وكل أحرار العالم. لن يمر التطبيع في المغرب أبدا. الإصرار على احتضان المملكة المغربية لما يسمى
بكأس عالم كرة القدم للمحامين. هو محاولة صهيونية لشرعنة مشروع التطبيع العربي الرسمي مع الكيان الصهيوني، ومن أجل إضفاء نوع من الانسجام المخادع بين الشارع العربي والأنظمة التي انغمست في وحل التطبيع، وهو سعي خبيث لا يجب التقليل من خطورته على تماسك هذه اللحمة العربية وهذا التمنع الشعبي الذي لا يقبل أن يبيع الدم الفلسطيني بمقابل قبلة زائفة أو زيارة مشؤومة للقدس تحت حراسة الصهيوني المغتصب. عم تلاحظوا أنه دايماً بيرجع موضوع التطبيع بهالبرنامج، وهذا مش لأنه عنا هواية معينة نحكي عن التطبيع، بل لأنه هيدي معركة الساعة، هيدي المعركة الأخطر والأهم اليوم بالعالم العربي. كلما حاول العدو أن يتسلل من ثقب صغير له علاقة أو بالثقافة أو بالأكاديمية أو بالرياضة أو بالاقتصاد أو بالتكنولوجيا، سنكون له بالمرصاد. مثل ما كل هالجمعيات والهيئات اللي شفناها بالمغرب العربي الكبير كانت له بالمرصاد بمونديال المحامين اللي هو هلأ عم ينقام بمراكش بالمغرب. بسرعة قبل أسبوعين هيئة المحامين بالمغرب قالت نحن بنقاطع، ودعت المنظمين أنه يطلبوا من هيدي الفرق، ثلاث فرق من الكيان الصهيوني، ألا تأتي. بسرعة الجبهة المغربية لرفض التطبيع ودعم فلسطين لعبت دور ونظمت قافلة إلى مراكش في يوم الافتتاح لتقول لا للتطبيع، نعم لفلسطين والقضية الفلسطينية. منظمة محامي الجزائر العاصمة أخذت موقف مشرف. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس كمان قاطعت وقال نحن لن نشارك. والأهم أنه اتحاد المحامين العرب بالقاهرة أخذ كمان موقف فأثنى على كل هيدي الهيئات وقال أنه أصلاً بالنظام الداخلي تبع اتحاد المحامين العرب المادة الرابعة بتقول نرفض التطبيع ونؤيد القضية العادلة للشعب الفلسطيني. في كل الأحوال هنا القدس، تحيا السينما العربية. السينما لأجل القدس، شعار مهرجان طموح تخوضه نيفين شاهين تحت الاحتلال على خلفية سياسات التهويد والعنف والقمع والاقتحام والمصادرة. نعم، الثقافة سلاح فعال في هذه الحرب المصيرية. تم منع التجول في غزة. إنه واحد يعمل مهرجان سينما بالمطلق، يعني يدير مهرجان سينما يعني يبرمج، يشوف أفلام يختارها، سينما عربية يعني بده يشوف كل المناطق وإلى آخره، واحدة تحدي كبير. فكيف بالأحرى إنه ينعمل اليوم بالقدس المحتلة، إنه ينعمل اليوم مهرجان للسينما العربية يكسر عزلة القدس ويصل جمهورها بمحيطه العربي ويرفع التحدي ويؤكد الهوية المقدسية والهوية الفلسطينية والهوية العربية للمدينة. الافتتاح مهرجان السينما العربية بالقدس اللي هو بعد يومين راح يكون مع فيلم تونسي لظافر العابدين عنوانه غدوة، والاختتام راح يكون مع فيلم مصري لنادين خان عنوانه أبو صدام. هالشي راح يصير بالمسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي اللي له تراث عريق بالمسرح الفلسطيني والمقدسي. اللائحة طويلة في 26 فيلم، بين روائي بين وثائقي بين أفلام قصيرة، ما رح طول، في ندوات في محترفات وإلى آخره. رح نخلي صديقتنا نيفين شاهين اللي طلعت معنا هلأ من القدس واللي بنرحب فيها بالميادين وببرنامج في كل الأحوال تحكينا عن الموضوع. أهلا فيك نيفين، وتحياتنا سلفا قبل ما تنطلق الدورة الثانية. الدورة الأولى كانت شوي هيك خجولة طبعا طبيعة البدايات، الدورة الثانية لا ملنصة منيح، عندك
أفلام من 7 دول أو 9 دول عربية، عندك أفلام من لبنان ومصر وفلسطين والصومال والمغرب والجزائر، فشو بتقولي لنا هيك باختصار عن هيدي الدورة الثانية من مهرجان السينما العربية بالقدس؟ مساء الخير أستاذ بيير إلك ولمشاهدينك ولمتابعين الميادين، شكرا كثير لكم للاستضافة. حقيقة أنتم بالسنة الأولى واكبتونا، الميادين كانت مواكبتنا بكل تفاصيل المهرجان بعروض الأفلام والندوات والجولات اللي كانت عم تصير بالقدس. للحقيقة السنة الماضية ما كانت خجولة أبدا الدورة الأولى، وأنا حقيقة بتمنى، وكانت الدورة ناجحة جدا وهذا يلي شجعنا. ما قلت مش ناجحة، لا طبعا ناجحة ناجحة، بس قصدي السنة أخذت هويتها أكثر، توسعت أكثر. فعلا نحن في عنا تنوع السنة أكبر من ناحية الدول العربية المشاركة، وهذا الشيء تعلمناه من السنة الماضية، مع أنه السنة يعني شوي صعبة لأنه مع جائحة كورونا كان التصوير والأفلام فعلا قليلة، ومش بسهولة كنا بنحصل على أفلام، ولكن الحمد لله حصلنا على مثل ما قلت 26 فيلم كانوا موزعين من دول مختلفة، وهذا تحدي كبير للحقيقة. بدي أحكي شغلة، نحن مش كتير من الصعب نحصل على أفلام على فكرة لمهرجان القدس للسينما العربية، لأن بس نطلب فيلم من أي مخرج أو موزع عربي 90% بيلبوا الندى وبيعطونا أفلامهم بكل حب، وعلى الأغلب بتكون بدون عائد مادي. يعني طيب خليني أسألك عن هودي الفنانين، يعني لأنه عندي سؤال أنا بعرفه بس المشاهدين يمكن ما كلهم بيعرفوه، هاجس التطبيع اللي هو معركة أساسية عنا ببرنامج في كل الأحوال وبالميادين ككل، هل يأتي سينمائيون عرب إلى القدس؟ يعني هل هناك، هل تتفادون فخ استضافة سينمائيين عرب أو كيف تتصرفوا بهالموضوع؟ طبعا طبعا لا شك، أكيد أكيد. نحن منقول لهم أنتم ما بتقدروا تيجوا على القدس، أفلامكم تيجوا على القدس، ونحن ما بدنا إياهم يجوا على القدس بهالوقت أكيد، ولا بدنا إياهم يجوا على فلسطين أكيد. يعني في ناس بتطلب منا بتقول إنه هي معها باسبور ثاني سو فيها تيجي، يعني نحن منقول لا شكرا لكم، خلي فيلمكم بيوصل وهذا المطلوب، يعني نحن هذا اللي بدنا اياه. نحن اكيد ممتاز. مش مهرجان طبيعي، مش مهرجان عادي مثل مهرجانات العالم اللي بتفتخر بشكل رئيسي بالدعوات والضيوف اللي بتيجي لعندها، نحن بنعتبر الفيلم هو ضيف وضيف عزيز علينا، ولهيك بنرحب فيه وبنجرب قد ما فينا فعلا يتقدم بشكل حلو. تفضل. انا عندي سؤال اخير عن تمويل، ما في واحد يعمل مهرجان بلا دعم، كيف قدرت تبني خريطة دعمك حتى تعملي مهرجان محترف وإله جمهوره وإله دعايته وإلى آخره؟ حقيقة بيير الموضوع مش سهل أبدا، الموضوع مش سهل أبدا، الدعم مش سهل أبدا، ولكن أنا يعني من شاشة الميادين بوجه تحية كتير كبيرة للممول الفلسطيني، لأنه هو الدعم الرئيسي لإلي بالمهرجان، وهذا شيء كتير مهم وكتير منيح، لأنه الممول الفلسطيني بيعطيك بكل حب كمان المنحة وما بيطلب ولا أجندة ولا شيء، فأنا اعتمد بشكل كتير كبير على المال الفلسطيني إذا بدك يعني، وأكيد في ممولين أجانب، ولكن يعني أكيد ما في تدخل، وإذا جربوا يتدخلوا نحن بنقول لهم بدنا نعمل 1 2 3، وكثير طيب. عالم تفتخر على فكرة أنها تكون جزء من المهرجان، نحن دائما حذرين مين بده يكون معنا. أكيد تحية لإلك نيفين، وتحية لمهرجان السينما العربية بالقدس، هيدي كانت تحية عاجلة، رح نرجع نتناول المهرجان اللي يفتتح بعد يومين ما هيك؟ صحيح، بطريقة أوسع أكيد بالميادين. أهلا وسهلا فيك وكل التوفيق لإلك ولمدينة القدس الغالية على قلوبنا جميعا. شكرا. تسلم. في كل الأحوال حلقتنا هذه تتواصل على الميادين أونلاين عبر الحسابات المدونة في أسفل الشاشة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي الأسبوع المقبل.